أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عند أبعاد ودلالات مشروع قانون المالية للعام المقبل، مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة 2022 الذي قدم أمام لجنة المالية في البرلمان، والذي يتوقع عجزا تاريخيا قياسيا يفوق 4100 مليار دينار، أي ما يعادل 30 مليار دولار، نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات، وهو العجز الأكبر في تاريخ البلاد بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في ميزانية السنة الجارية. وتشير وثيقة مشروع قانون الميزانية إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستفوق 5000 مليار دينار، أي ما يعادل 43 مليار دولار، بينما تفوق النفقات الكلية 9000 مليار دينار، أي ما يقارب 74 مليار دولار. ووسط جدل حول تخفيضها، خصص القانون الميزانية للعام المقبل أكثر من 1900 مليار دينار، أي ما يفوق 14 مليار دولار للدعم الاجتماعي. وتوقع مشروع قانون المالية سعرا مرجعيا ب 45 دولارا للبرميل برميل النفط، وصادرات للمحروقات عندما يقارب 28 مليار دولار، بينما ستفوق الواردات الكلية 31 مليار دولار. يتعين تكريس سنة 2022 لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل أولاً تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، إعادة التوازنات الحسابات العمومية على المدى المتوسط، ثالثا ضمان استمرارية الميزانية العمومية. تتوقع وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2022 أن تصل صادرات المحروقات إلى 27.9 مليار دولار، بينما تتوقع ذات الوثيقة أن تكون واردات الدولة 31.8 مليار دولار، ما يعني أن الوثيقة اجتهدت حسب ما يراه الخبراء في الاقتصاد في تخفيض نسبة العجز بدرجة كبيرة، وأشارت إلى أن الفارق سيكون في حدود 5 ملايير دولار، بينما تختلف الحقيقة حسبهم تماما عن هذه الأرقام. ورغم أن وثيقة مشروع قانون المالية تشير إلى أنه تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط مقدر ب 45 دولار، بينما البترول يحقق هذه الأشهر ارتفاعا في أسعاره بلغ حدود 80 دولار، ولكن الخبراء يتحدثون عن عدم جدوى تأثير هذا الارتفاع في واردات الجزائر بالنظر إلى كمية الإنتاج الوطني من المحروقات وتضاعف الطلب على استهلاكها محليا، زيادة على أن العجز المتواصل في خلق فرص لمداخل بالعملة الأجنبية خارج المحروقات بسبب التضييق على التصدير وانعدام الاستثمار في خلق المؤسسات المنتجة صغيرة كانت أو متوسطة يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا. ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد الجزائري المبني أساسا على عائدات النفط يفتقر إلى خيارات النجاح خارج سياق المحروقات، ويعتمد في مجمله على استثمار السلطات ما تجنيه من صادرات الثروات الطبيعية على استيراد كل شيء. وهذا النوع من التخطيط يشجع على حد تحليل الخبراء على الفساد بتضخيم الفواتير وتبييض الأموال وإغراق الأسواق بالمواد ذات الصناعات الرديئة. وثيقة قانون المالية للسنة القادمة تقترح زيادات في كل من ميزانية التسيير والتجهيز لقطاعات الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بأرقام فلكية، فيما تتراجع قيمة الدينار وتنهار القدرة الشرائية للمواطنين بصورة جلية، ما ترتب عنه ندرة كبيرة في السلع والمنتجات وارتفاع أسعار جنوني شهدته أسواق المواد ذات الاستهلاك الواسع. ولمواجهة هذا التراجع الكبير في القدرة الشرائية وزيادة نسبة التضخم، لا تقترح السلطات إلا حلولا استثنائية تتمثل مبدئيا في مطاردة من تسميهم بالمضاربين وتقترح معاقبتهم بالسجن أو الإعدام إذا أمكن. قسما بالله العلي اللي نحكمه من يطار مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه، إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام.
معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من كندا من مونريال سعد كرميش الناشط والخبير في التأمين الطبي. سعد كرميش، ميزانية بعجز تاريخي قياسي الأكبر في تاريخ الجزائر، 30 مليار دولار، ما دلالات هذا؟ السلام عليكم الأخ جمال، تحية لك وتحية للطاقم المغاربية، تحية للمشاهدي القناة الكرام، تحية لكل أحرار البلاد في الداخل والخارج، خاصة الذين يقبعون في سجون النظام من شباب وشيوخ ونساء. عودة إلى سؤالكم، يعني لو تسمح لي فقط عندي إعلان بسيط قبل ما نجاوب على سؤالك وقبل ما ننسى، يعني باش نقول للجزائريين اللي في كندا، كاين هناك مسيرة يوم الأحد 31 أكتوبر بمناسبة أول نوفمبر، إحياء لذكرى أول نوفمبر ومواصلة للحراك السلمي من أجل بناء دولة الحق والقانون. المسيرة ستنطلق على الساعة 11 بإذن الله من بلاس دي كندا وتروح للقنصلية. يعني أدعو كل الجزائريين حتى الذين لا يقطنون مونريال يعني بذل مجهود والمجيء إلى مسيرة يوم الأحد بإذن الله. عودة إلى سؤالكم الأخ جمال بما يخص، تكلمنا سابقا عن العجز الذي أقره قانون الميزانية، ميزانية 2022. أنا أعتقد أن الرقم أكثر بكثير من 30 مليار دولار، حيث أن هذا النظام وحكوماته المتعاقبة عودتنا على الكذب في الأرقام. هم يعني قبل بداية السنة لما يعملوا قانون المالية يكذبوا في الأرقام، وبعد في نص السنة يصحوا الأرقام شوية فيما يسمى قانون المالية التكميلي. يعني في كل البلدان قانون المالية التكميلي هذا يعني يحدث في ظروف يعني استثنائية، لكن في الجزائر قانون المالية التكميلي هذا يعني شيء رسمي كل منتصف السنة يعملوه. يعني ليس جديد هذا العجز في الميزانية، لأن الجزائر الآن لا تنتج شيء، اقتصادها كان قائم على الريع النفطي، الريع النفطي راح، يعني البترول انتهى، حتى وتصعد أسواق النفط الجزائر يعني مش راح يكون عندها مداخيل كثيرة من النفط لأنها لم تصبح بلد نفطي. أما بأسعار الغاز، حتى وإن صعدت أسعار الغاز فالجزائر الغاز الذي تبيعه يعني وفق اتفاقيات طويلة ومتوسطة الأمد، هذه الاتفاقيات لا تستطيع يعني الآن الغاز لما يلحق 8 الجزائر تبيعه بربعة، لأنه الجزائر ما تشاركش تقريبا في المرشي هذا اللي يسميه سبوت، يعني هبط تبيع بالهابط تطلع تبيع بالفيه. يعني هناك السوق الفورية التي تبيع فيها فورا، وهناك السوق لأنه مرتبطة بعقود الغاز مع إيطاليا ومع إسبانيا، وبالتالي لا تخضعوا لارتفاعات انخفاضات السوق. بالضبط الأخ جمال، لكن الحصة الكبيرة تاع الغاز الجزائري تباع وفق اتفاقيات طويلة ومتوسطة الأمد، لأن المسؤولين في الجزائر ما يحبش يكسر راسه ويتبع المرشي ويعمل يعني تحيينات دائمة ويعمل يعني استشرافات، هما ما يعملوش استشرافات. لا هم يعني يتحدثون عن استشرافات الآن، أنهم جاهزون، المفروض رويترز تكشف بأنه سيتم إنهاء نهائيا مع المغرب نقل الغاز الجزائري لإسبانيا عبر الأنبوب عبر المغرب، والسلطات الجزائرية تقول أنها جاهزة، وإن كان خبراء طبعا يقولون أنه الأنبوب ليس لن يكفي الحصة التي تريدها إسبانيا من الجزائر. بالضبط أنا أعتقد أن الأنبوب لم يعد يعني مفيد لنقل الغاز وتكاليفه وما تأخذه المغرب يعني أكثر بكثير مما تنقله عبر قنوات أخرى. أين هو الاستشراف؟ لما يخرج رئيس سوناطراك الأسبوع الفائت قال إحنا عندنا احتياطات من الغاز الغير تقليدي، يعني هو يقصد الغاز الصخري
تكفي ل 150 سنة. هذا استشراف، هذا يعني ناس معولة على مواصلة سياسة الريع حتى ما تبقى في جوف الأراضي الجزائرية قطرة من النفط. يعني أنت تشوف البلدان، كثير من البلدان بدأت تسن قوانين لمنع استعمال السيارات الكهربائية، لمنع بيع السيارات ذات المحرك الحراري. فيه دول سنت قوانين ابتداء من 2025، فيه دول سنت قوانين من سنة 2030، فيه دول سنت قوانين ابتداء من 2035. يعني الدول اللي يعني اللي ما سنتش قوانين فورية، يعني من سنة 2040 تقريب معظم الدول العشرين الأولى في العالم رايحة تمنع تسويق السيارة ذات المحرك الحراري. والسيد هذا راه معول على 150 سنة أخرى من الريع، يعني كما كان يقول ولد عباس لفلان زيد تحكم 100 سنة. أي استشراف هذا؟ يعني حتى كمية الغاز اللي يبيعوها ممكن 2026-2027 يعني تصبح غير كافية حتى للبلد. كل الدول يعني حتى الدول النفطية الآن تسرع وتجهز نفسها للتغير الطاقوي، يعني باش تحل محله طاقات متجددة مثل طاقة الرياح، طاقة الطاقة الشمسية. والآن فيه تكنولوجيا جديدة، هذه تكنولوجية الهيدروجين، يعني تستعمل فيها المياه وهي تكنولوجيا واعدة. العالم كله الآن يجري وراءها ويجري وراء العقول التي تعمل أبحاث في هذه الطاقة. أي استشراف هو يستشرف؟ هو فقط هذا الرئيس سوناطراك في عز الأزمة تاع سوناطراك اللي هي بذاتها سوناطراك فيها تضخم، يعني إنتاجها لا يواكب ما تنفقه. في هذا الصيف اللي فات الفيلا اللي عقب فيها الفاكونس تاعو رموها بزوج ملاير سنتيم، والآن يخرج على الناس يقول لهم مازال عندنا حق 150 سنة. إذن لو رجعنا إلى قانون إلى ميزانية 2022 نشوفوا يعني الأمور واضحة. دولة عسكرية، يعني ميزانية الجيش، ميزانية الأمن، ميزانية الميليشيات، يعني هذا اللي يسميهم هم مجاهدين إلا من رحم ربك، هم ميليشيا تابعة للنظام. يعني أنا مانيش فاهم في سنة 2021 ما زالت ميزانية المجاهدين، يعني طبيعيا الناس تكبر وتموت وإحنا كل نموتوا، طبيعيا عدد المجاهدين ينقص كل سنة أو ميزانية المجاهدين ترتفع كل سنة. هنا في كندا يعني ميزانية ليزونسيان كومباتون لما نقصت، ونقصوا ليزونسيان كومباتون اللي كان عندهم ستاتي، حتى أكبر المستشفيات اللي كانت تابعة لهذو ليزونسيان كومباتون أعطوها للسيفيل، لأنه الناس هذو نقصوا وما مش قادرين يسيروا هذو ليزانفراستركتور اللي تابعين ليزونسيان كومباتون. احنا يعني لو تشوف هذه الميزانيات اللي تروح هباء منثورة باش فقط الجنرالات يستولوا على أغلبية الميزانية، ثم ميزانية الشرطة والأمن. الجزائر يعني من بين الدول، يعني أكبر من بين الدول الأولى اللي فيها عدد قوات الأمن مقارنة بنسبة عدد السكان، ورغم ذلك لا يوجد أمن في الجزائر فعلا. يعني الناس ما يقدر يخرج، ما يقدر يدور، ما يقدر يأمن على السيارة تاعه، ما يقدر يأمن على البيت تاعه، كله أموال تروح هباء منثور. والكتلة الناخبة هذه، ولا الكتلة خاصة من اللي يسميوها مجاهدين، هذه يعني ميزانيتها كل سنة ترتفع. التجهيز، لأنه التجهيز هما وش يقصدوا بالتجهيز؟ إيش تجهيز تاع المخابر العلمية في الجامعات والمخابر والتكنولوجيا الجديدة وتجهيز المستشفيات بأجهزة التشخيص وآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا؟ لا، هو تجهيز شنقريحة وجمعته بخردة روسية وصرف أموال طائلة لا فائدة منها. أنا يعني لو لخصوا الأمر، كنا نقول الجزائر راح تدخل في حيط. أنا أعتقد اليوم جازما أن الجزائر دخلت في حيط ودخلت في كارثة. طيب، وباش نكونوا صرحاء مع بعضنا ومع الشعب الجزائري،
الكارثة اللي دخلت فيها الجزائر اليوم، حتى وإن سقط هذا النظام، وحتى وإن انتصر الحراك، وحتى إذا قامت حكومة شرعية، راحين نعاني سنوات وسنوات، لأنه مش في يوم، في يعني في فترة قصيرة راحين نبني جسور يعني بنية تحتية لدولة، لأن العالم يتغير بسرعة، العالم يتغير بسرعة. أنت تشوف أمس شركة تسلا هذه اللي يعمل استشراف، هذه شركة تسلا صاحبها إيلون موسك، هذا مولود في إفريقيا لكنه أبدع في أمريكا. هذا دمارة الشركة نتاعو ب 160 مليون دولار، في نفس الوقت اللي بدأت عندنا العصابة تحكي على صناعة السيارات وبدأوا نفخ العجلات، أنفقوا حوالي أكثر من 10 مليار دولار على نفخ العجلات. طيب، راحوا للإفلاس. بالمناسبة حتى موضوع السيارات مدرج في هذا القانون على أساس عودة القصة، مع أنه كان استيراد السيارات أقل من 3 سنوات كان مفروض في مشروع القانون العام الماضي والعام الحالي، ولكن لم يطبق. الآن موجود هذا المشروع، وإن كان سيتم جمركة السيارات أقل من 3 سنوات مثل السيارات الجديدة في أغرب سوق في العالم، سوق الجزائري. رونو 1992 تباع بمئة مليون مثلا. بطبيعة الحال لو تشوف شركة تسلا البارح وصلت قيمتها في البورصة 1000 مليار دولار. ألف مليار دولار. هذه الآن الناس يعني قلت لك العالم يتحرك بسرعة، السيارة أصبحت تعمل أنت أبليكاسيون، تحل حساب على الكونت تاعك في موقع تسلا، وتخير لون السيارة، وتحط رقمك حسابك البنكي، ويرسلوا لك سيارة إلى البيت. هذا ما زال الدولة تحكي على سيارة أقل من 3 سنوات، وثلاث سنين ولا 4 وهما يكذبوا. ثم ما الذي يضمن للناس أن هذا القانون يطبق؟ داروا قانون لما كانت الانتخابات باهي كلخوا للناس يروحوا يعملوا الانتخابات على 12-12، قال لهم طبعوهم بسيارات أقل 3 سنوات، والحكاية تاع الإنجليزية اللي رجعت اليوم العربية وعربزت وزارة الرياضة وغيرها. وبعد شفنا وزير، هذا اللي جابوه مش حتى وزير التجارة، وزير الصناعة يعني يلغي قانون أقره البرلمان تاعهم، هذا ما عنده حتى معنى القوانين تاعهم. طيب، هما القانون يعملوه في الصباح، يكتبوه في الصباح بيديهم، وفي المساء يعفسوا عليه برجليهم. يعني الناس عندها أموال وهي قادرة تدخل سيارات بلا ما تطلب أموال دوفيز، يعني عملة صعبة من الخزينة العمومية، والدولة قادرة بس تدي معاهم لاطاكس يعني الجمركة وما يخليوش الناس تدخل. أنا أعتقد أنه من بين الأسباب اللي ما همش مخليين السيارات يدخلوا مش فقط قضية الأموال، أنا أعتقد أنهم ما يحوسوش الباركينج تاع الأوتوموبيل في الجزائر يكبر، لأنه لو يزداد عدد السيارات وعدد المركبات يعني بعد سنوات. طيب، الشيء اللي ينتجوه من النفط سوف لن يصدروا منه شيء. هناك من يقول أنه ربما السبب كذلك هو صراع المافيات، صراع اللوبيات على السيطرة على كعكة استيراد السيارات، كذلك نفخ العجلات كما توصف. ابقى معنا سعد كرميش لو سمحت، انضم إلينا في النقاش كمال عيسات القيادي في حزب العمال الاشتراكي من بجاية. كمال عيسات، ما رأيك مشروع قانون ميزانية بعجز تاريخي 30 مليار دولار، يعني بلغة الأرقام ما يقارب ليس بعيدا عن ما تقول السلطات أنه ما تبقي من احتياط الصرف. تبون يتحدث عن 42 مليار دولار، بلومبرغ ووكالات أخرى وتقارير اقتصادية تتحدث عن مبلغ أقل ما بقي في احتياط الصرف. بلومبرغ تذهب أنه ربما لن يبقى إلا بنهاية العام 12 مليار دولار مثلا. مساء الخير، شكرا على الاستدعاء. أولا وقبل الشيك لازم نشوفوا نقرأ قراءة تامة للقانون المالي 2022. هو قانون اللي كاين أشياء جديدة داخل، جديدة جدا، لتمس بالمكاسب التاريخية نتاع الشعب الجزائري. هذا هما الأهم، هو أن هناك كاين مشروع اقتصادي لا يهدد
الانسجام الوطني خاصة فيما يخص ما يسمى بالترانسفير سوسيو، يعني حبوا ينحيوا الدعم بكل ما يخص المواد الغذائية، ما يخص التعليم، ما يخص الفوق لي زونديكابي لي روتريتي، ونزيدوا لها الغاز الغاز فيل وتريسيتي. هذا هادو كي نقرا واش مكتوب على الصفحة تاع المجلس الشعبي الوطني في المقال تاعهم، يبان الارقام تهضر وحدها. مثل امثله صغيره باش تفهموا، باسكو المشروع السياسي تاعهم مبني حول تقليص دعم الدوله، تقليص دور الدوله فيما يخص العداله الاجتماعيه. هذا هو المشروع الكبير اللي كاين داخل. هو كما الاشكاليه تاع السيارات وماشي السيارات، هذا اشكاليه. انا نظن كمواطن ولا كمناضل كمواطن ما يهم الا اقليه من الشعب الجزائري، ولكن الشعب هناك الكثير. طبعا انت ربما تنطلق استاذ كمال من منطلق يساري، حزب يساري معروف بايديولوجيا، ولكن هناك من الجزائريين من يعاني الحصول سيارة في نقص المواصلات. معقول سوق سيارات في الجزائر كذلك يستفيد منه مافيات عمليا؟ معقول رنو 1992 تباع ب 100 مليون؟ هذه السياسة التبقية. حبيت نقول هنا، نقول نفس الشيء كما انتم، ماشي ايديولوجيا، حبيت نقول الملايير هذو اللي راهم يصرفوهم علمني عليهم تبون في اللقاء اللي داروه مع الباترونا في الاخرى في اللقاء الاول بعد ما نصبوه رئيس، هو قال عندي 1900 مليار دينار اروح تديهم، وقالها لارباب العمل. دونك المشروع هو مازال يكمل في نفس المشروع. سميه العصابه، انا سميه الاوليغارشيه البرجوازيه الجديده، الكلمات. ولكن حكيت الاشكاليه الكبيره فيك الشعب، الاغلبيه الشعب ما يقدرش يشري السياره ب 200 مليون، باسكو البطاطا ما يقدرش. الشهريه تاع الجزائري البسيط هي 2 ملايين 4 ملايين. الوغ وكل دراسات تقول بليك السميك الصالير تاع الجزائري باش يكون عبد لازم ماشي تحت 7 ملايين و500. دونك كي نتناقشوا حول اختيارات، هذه اختيارات اقتصاديه. انا نتفق معك، رايحين يجيبوا عصابه جديده اللي حبيت انا نسميها البرتوازيه، باسكو كاين الفاظ علميه ماشي حاجه، وكاين الكادحين هي اغلبيه الشعب. دونك السنة يبقى يمدوا 541 مليار دينار لكل المساعدات، يعني كاين انهيار ب 44.5 من ما يسمى بلي ترونسفير سوسيو، يعني من ديك المافل هاو بداو تبقوا فيه. باسكو كي نهضروا كاين حس بزاف تكلمنا عليهم، كي نهضروا على الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي هاو بداو نحاو وكل جزائري ما قدروش، اغلبيه ما قدروش يشريوا الكتب. باسكو كي كانت الكتب، كي كان التعليم كان في خدمه الجميع، في خدمه الشعب، كاين كتب نلقاوها في المدرسه، ماشي حنا اللي نشريوها، هي الدوله، الدوله هي المسؤوله على التعليم. طيب. ولا على الصحه ولا اشكاليه ثانيه. السنه ما كانش كتب وغلاو والمدارس ما عندهمش اي امكانيات، هذا داخل في لا لواط فينونس. هذه المره يصرفوهم، عندك الحق، رايحين يصرفوا بالبزاف باسكو عندهم مشروع سياسي، ولكن لازم ما نقدروش نتكلموا على لواط فينونس الا ما هضرنا، الا ما قلناش واش قالوا الايمن عبد الرحمن اذا ما غلطش الوزير الاول، قال لك هناك تقنيين تاع البنك العالمي استشرناهم فيما يخص هذا التسيير تاع ما يسمى بلي سوبونسيون ديتا. ولكن بلغه الارقام التحويلات الاجتماعيه، الارقام هناك انهيار، هناك تراجع تاع 44.5% من القيمه تاع اللي كنا نخصصوها. طيب بلغه الارقام في الميزانيه 1900 مليار، اي ما يفوق 14 مليار دولار
للدعم الاجتماعي أليس مبلغا كذلك؟ هناك من يقول أن هذا الدعم الاجتماعي الحكومة، من يدافع على رؤية الحكومة أن هذا الدعم الاجتماعي يذهب للجميع وليس يعني لدرجة دعم السكر مثلا أو الكهرباء لبرجوازية كما تصفونها، لمصانع الجميع يستفيد منها. المقاربة هي أليس الأفضل دعم بالنسبة للحكومة المحتاجين فعلا وتخفيف هذا الدعم الاجتماعي؟ لا، هذه إشكالية. عدد الفقراء في الجزائر ملايين، عدد أغنياء مليون، زوج، ثلاثة، أربعة. دونك الشيء الأسهل هو إحصاء الأوليغارشيين والأغنياء والمليارديرين والمليارديرات تاع الجزائر، ماشي إحصاء الشعب. الشعب ما على بالنا. دونك لازم السياسة تدير لي زامبو على أرباب المال، هذه هي السهلة. ولكن نصحح برك الرقم تاعك، 1940 مليار دينار هي المخ نيوستيف في النية فيها مخصصة للسكن والصحة. دونك يبقاو 44.5% هادو اللي راهم يروحوا للتغذية وليزالوكاسيون فاميليال، تريسيتي، الكاز، وكل هادو. هذا واش كاين؟ دونك هذا تراجع كبير يا أخي. الإشكالية اللي تروح اليوم، أسكت الدولة الجزائرية هي المسؤولة على ما يخص، هي المسؤولة هي بس نهضوا على الملاير، ملك للشعب البترول، ملك للشعب. الحراك كي جا قال لك احنا لازم نقروا كيفاش راح تنظم البلاد. السنين الماضية الاقتصاد دار ظهره للشعب، كانوا خرجونا طبقة جديدة في الجزائر اللي ما كانتش موجودة بالصفة اللي راه موجودة اليوم، هي وما يسمى بالباترونا. وشفناهم الباترونا على كل حال في 2018، في 2016 شفناهم على الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، وشفناهم درك لي مام نفس الكونفدراليات، نفس الأشخاص اللي راهم من وراء فخامة الرئيس نتاع اليوم. طيب. اختيارات اقتصادية. دعنا نسمع بالمناسبة ما قاله تبون. احتراما للشعب الجزائري، احتراما الوضع في ناس المشكل الكبير كي نهضروا، لازم باسك الأغلبية تاع الشعب راهي في أزمة كبيرة اليوم، ما تقدرش تغذي ولدها. وكاين دراسات علمية اللي بينت بلي أكثر من 60% من الدخول تاع العامل يروح للتغذية، ألوغ المعدل العالمي هو ب 20% ولا أقل. حنا الجزائر 60% من الدخول تاعنا نتغذوا به، سيتادير ما عندناش نخرجوا نحوسوا، ما عندناش نشريوا لا طوموبيل ولا حاجة أخرى. دونك كاين أوضاع اجتماعية قاسية. عمرنا مش الدخول تاع الجزائر هو أقل في البحر الأبيض المتوسط. للصالة تاع الجزائر الشهرية راهي هي الأخرى. سي بو سا السيت بون أو يهضر على لي زيتو لي زانفيستيسمون ديريكت إترونجي. لماذا؟ لأن هناك هي الشرط الوحيد باه تجيو المؤسسات متعددة الجنسيات هو أن العامل الجزائري ما يشواز، يسوى أقل من العامل المغربي، يسوى أقل من المغرب، من العامل التونسي، ولا في آسيا ولا في الصين. هذا هي الإشكالية الاقتصادية. قضية سياسية راهم يرميو أوليو، أنا موافقكم في التحليل، يعني راهم يراهنوا مستقبل الجزائر بطريقة السير هذه. ولكن يقولوا كاين سير أخر، هو لازم سياسة تصنيع الجزائر، والدولة هي المسؤولة الأولى على التصنيع. باسكو البرجوازية الجزائرية، الباترون الجزائري، الخاص الجزائري راهو عايش في خزينة الدولة. أكبر من استفادة من خزينة الدولة ما تشير القطاع العام، هذه خطأ. والأرقام تبين ذلك، هو القطاع الخاص. وهذا شفنا بعض السكوندال تاع العصابة، ما نقدرش نعاود لهم آلاف المليارات. طيب يبقى معنا كمال العيسات لو سمحت، نسمع تبون بالمناسبة وحديثه عن الاقتصاد مؤخرا ومقارنة الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الإيطالي. كان اقتصاد يشبه الاقتصادنا والاقتصاد الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية. كان منهار اقتصاد إيطالي تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية. القطاع هذا الموازي كان يساوي تقريبا 80% نتاع الاقتصاد تاعها.
بغض النظر على ما وراء هذا تدريجيا وصلوا اليوم عندهم اقتصاد وطني تاعهم يساوي 85% قطاع ظاهر، قطاع اقتصادي حقيقي. 15% تبقى العمل العائلي ويبقى العمل تاع بعض التعاونيات وبعض. نشوفوا الوسائل اللي استعملوها، من المفروض نستعملوها احنا، ما نمشيش ندير تجربه تاع دوله اللي خطيها هذه الامور هذه. مثلا مسائل، انا يبان لي القرب من ايطاليا تجي فيه فائده كبيره. رجال المال تاعنا، رجال المال والاعمال، فيه تشابه كثير. احنا ما نتشابهوش الاقتصاد الفرنسي، ما نشبهوش خلاص، احنا نشبه الاقتصاد الايطالي مبني على الشركات الصغيره المتوسطه. شكل ما الشركات الصغيره المتوسطه اليوم يعني بدون ما تعلن عليها عالميا، ايطاليا قوه صناعيه. احنا كل شيء اللي مسورد معنا من تحويل الغذائي جاي من ايطاليا، ايطاليا ومن بعد تجي تركيا. كان سعد كرموش طبعا تبون مقارنا مشبها الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الايطالي، طبعا بلغه الارقام ربما الاقرب المغرب المؤامرات، المخزن الذي يتآمر بلغة الأرقام، ميزانية المغرب الذي يتآمر على الجزائر كما تقول السلطات، وله من يحرق الغابات. ميزانية المغرب في 2021 مثلا 36 مليار دولار، يعني ليس بعيدا عجز ميزانية الجزائر التي تبلغ 74 مليار دولار العام المقبل بإيرادات 42 مليار أو 44 مليار دولار. ما رأيك لغة الأرقام، ما دلالاتها وماذا تقول؟ هو لو نرجع لغة الأرقام، يعني هذو التبون وجماعته وكل هذه العصابات تسيبهم يعني كامل خارج الإطار وخارج التاريخ. لو تهز ميزانية المغرب وميزانية وتزيد لها ميزانية الجزائر وتزيد لها ميزانية تونس وتزيد لها ميزانية ليبيا، قلت لك عفوا، يعني ما تصيبش ميزانية هذو الثلاث دول يمثلوا ان شيفر دافير تاع شركة في أوروبا ولا في أمريكا ولا في اليابان. يعني ما عندك ما تقارن، ما عندك ما تخلي. لما نحكي على إيطاليا، أنا نتلقى الإيطاليين اللي هاجروا لكندا بعد الحرب العالمية والقهر تاع موسوليني والنظام العسكري. إيطاليا قبل ما تبدأ اقتصادها يعني عملت إصلاح سياسي وتخلصوا من النظام العسكري. إذا نحن لازم نتخلصوا من نظام الجنرالات إذا بدينا، إذا حبينا نبني دولة قانون ودولة، لأن الاستثمار يتعلق بدولة الحق والقانون. ثم أن إيطاليا يعني لو تشوف حتى إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، رغم أنهم دول قوية وخرجوا من الحرب العالمية، والحرب العالمية صحيح تخرب اقتصادهم، لكن في الحرب العالمية كانت هناك مصانع، وكانت هناك لأن الحرب حتمت عليهم باش يعملوا صناعات ميكانيكية. هذه الصناعات كلها بتاع الحرب استفادوا بها من بعد في دفع عجلة الاقتصاد. رغم أنها دول قوية مثل ألمانيا وفرنسا، إلا أنهم خلقوا الاتحاد الأوروبي. ليه؟ لأنه هناك كاين أمريكا مارشي دو 400 مليون، يعني سوق تاع 400 مليون. كاين من هي الصين سوق تاع مليار إنسان. إذن الاتحاد الأوروبي، خلقوا الأوروبيين خلقوا الاتحاد الأوروبي باش يشكلوا كتلة هما كذلك من ربعهم، يعني من تقريبا من نصف مليار نسمة. إذن أنا قلت لك الجزائر والمغرب وتونس وميزانيتهم كامل تمثل شيفر دافير تاع شركة. طيب، ولكن المقارنة هنا بلغة الأرقام أنه الجزائر عجز ميزانية الجزائر يعادل تقريبا عجز الميزانية الكاملة للمغرب، يعني أكثر من ضعف، 74 مليار دولار للجزائر و 36 مليار دولار للمغرب
مثلا فيما عيسات كمال عيسات كان يقول للمواطن أنه على الأقل مؤكد أنه المعلم الجزائري أجره أقل من المعلم المغربي والتونسي مثلا، ألا تبدو مفارقة يعني؟ أكيد على الرغم من المؤاخذات على النظام في المغرب وكذا، إلى أنه النظام في المغرب من الستينات تبنى على حرية التجارة والليبرالية، يعني شركات كثيرة دخلت للمغرب، يعني تسيب شركات غربية، حتى هذه بومباردي اللي تصنع الطائرات عملت مصانع في المغرب تصنع أمور، يعني مش طائرات لكن أمور تدخل في صناعة الطائرات. الفرق أنه النظام الجزائري نظام مغلق وتبنى على الريع، فقط يروح شوية الريع تبان الكارثة. يعني في الوقت اللي عدد الجزائريين يزداد سنويا بحوالي 900 ألف ومليون نسمة سنويا، يعني احتياجات الناس يزيدوا في الصحة في التعليم في هما وش قاعدين يديروا، ينقصوا في التحويلات، لأنه حتى هذا التحويلات لما تتكلم أنت على 14 مليار دولار تحويلات، السؤال هل 14 مليار كم مليار دولار من 14 مليار دولار يوصل للمواطن البسيط؟ لأنه 14 مليار دولار لما تسميها تحويلات يعني دعم السكر، معناها طرف منه رايح يديها مافيا السكر، أنت تدعم القمح طرف منه راح يديه مافيا القمح. الآن أنا نقول لك ولد تبون الآن يتاجر في القمح، لما تدعم الدواء ملايير الدولارات راح يديها سماسرية تاع الدواء اللي هما من العصابة. إذن لو تعمل حساب تصيب 14 مليار دولار تحويلات أو 20 مليار دولار، يلحق منها 5% ولا 6% للمواطن البسيط. لما يحكي تبون على الإيطاليين وعنده ثقة في الاقتصاد الإيطالي وطريقة عملهم، تبون لما كان وزير السكن ما جابش لي الإيطاليين يديروا لي زانفراستريكتير، جاب لي شينوا عطى ضرب معهم صفقات، جاب الأتراك، ولأنه بنوا شريك وثيق يعني مع شركات تركية، جاب الأتراك مع الغش اللي عملوه في وسكنات عدل شاهدة اليوم على الكوارث اللي صنعها تبون. يعني ناس سكنت السكنات تاعها، واحد طاح به البالكون، واحد طاح له الحيط، واحد لقى الأرضية مهشمة. وهذه اللي كما كان هو وزير السكن وقال لك نعملوا مدينة ذكية، سيدي عبد الله روح تشوف هذه المدينة الذكية لما صبت زخات من المطر كيف تحولت إلى مسبح. مدينة ذكية، واحد ما عندوش فيها الغاز، واحد ما وصلوش الماء، واحد ناهيك عن النقل وتنقل التلاميذ. هذا تبون يعني كما يقولوا بالدرجة يعني يتيري برك. تبون موضوع يعني يقول كلام ما عنده يعني ما عندك ما تعلق عليه، يعني خلينا نسمع ماذا يقول كذلك فيما يخص اقتصادي. يعني يبقى معنا سعد كرميش، نسمع ما يقوله تبون عن تغيير العملة وأنها ليس حل الاقتصاد. العملة طبعا الجزائرية التي تشهد تراجعا رهيبا في حل، أنا ما نش بغي نمشي له، واقترح علينا ما أنك في ظرف أسبوع تغير العملة اللي تبدل اللي مات. أنا نقول لك نديروها تشوف غدوة طوابير فيها 5 كيلومتر تاع موظفين وناس بوساطة، واحد جاي يبدل 50 مليون، واحد جاي يبدل 100 مليون، بعتوا الآخر اللي عنده الملايير. ما وش حل، ما وش حل جدري يعني بالنسبة له. في حلول أخرى، أنا الناس هذول لازم ندخلوا. كمال عيسى ما رأيك الحديث عن ما في هذا المشروع؟ أيضا موضوع من حتى يذهب إلى تسميتها بشكل صريح العفو على من له أموال مهمة، هذه الأموال اللي خارج الأطر التي قدرها تبون بأنها 90 مليار دولار تدخل البنوك بطريقة شرعية حتى لو كانت غير شرعية. طبعا تبون كان يجيب على موضوع العملة وتغيير العملة، هناك من طرح هذا للقضاء على هذه الأموال المخزنة. تبون يقول
ليس حلا، بينما في بلدان أخرى تم استعماله للقضاء حتى على هؤلاء الذين يكنزون الأموال ولا يدفعون الضرائب. شكرا. السؤال تاعك فيه نص من الجواب. على كل حال هو إشكالية اقتصادية ولكن إشكالية سياسية، بس كان في جو في الجزائر من 2019 الشعب الجزائري ناض ويطالب باسترجاع السيادة على كل خيارات تاعو، والشعارات اللي رفع الحراك هي كليتو البلد هي سرقي، يعني ما كيفاش نقدروا نعبروا حنا عليها باه يعني نجاوبوا السيد بول. اولا هو كاين وسائل، يعني الوسائل الاقتصادية، هو إلى حبينا إلى تشينا من جهة الحراك من جهة الشعب نقولوا لازم الرفع السري لكل حسابات البنكية لكل المكاسب لكل الجزائريين. لماذا؟ لأن كاين عصابة كبيرة لهبت أموال الشعب لازم نتخلصوا منهم، يعني هذا الطريقة وطريقة نبدلوا من يعني الشيء يضحك يقول لك يكون طابورات، ايماجين طابور يكونوا لشان يعني شيء مضحك كي نشوفوا الناس راهم يديروا طابوات على جال البطاطا على جال الحليب على جال كتب الدراسة على جال كل شيء، هو يخمم سيادو اللي يخدم عليهم كيفاش ما لازمش يجيبوا صورتهم يديروا طابورة في البنوك. لا لا هو قال انه هؤلاء الذين لهم اموال يمكن يستعملوا ناس يعطوهم 50 مليون و50 مليون ويدخلوا الاموال بطريقه التلاعب، هذا هو قصده. ايه قصده هذا هو، ولكن التلاعب هذا انا نظن بلك لازم نحاسبوا وكل من تلاعب بمصير الجزائر بخيارات الجزائر ووسيله اقتصاديه ناجعة هو رفع السعر البنكي على كل املاك تاع الناس هذو. لماذا؟ باسكو رانا اليوم سيت بول السياسه اللي اخترعها في القانون الماليه بعد التدخلات تاع الزملاء هو هي اقتراح نبدلوا برك العصابه اللي كانت 2014 2020 نحيوها ونديروا اللي كانت قبل 2014 نبدلوا العصابه. هذا هو الاشكاليه، نحيوا كل النظام الجذور تاعو، لازم تغيير اقتصادي جذري، لازم بدلو العمله تاعنا لازم نبدلوها ويبانوا، باسكو اغلبيه الشعب ما عندهاش اغلبيه، كيقول اغلبيه هناك 2 ملايين 3 ملايين على 43 مليون يا اخي، كل شويه واقعيين، كي واحد يحب يعالج 40 مليون ولا يعالج 3 ملايين، شكون الفرق؟ علاه؟ لا دونك شويه عقلانيه، هو رفع السعر البنكي اولا تغيير دراهم تغيير وكل ونشوفوا ونرجعوا للشفافيه، نرجعوا للشفافيه، هذا هو المطلوب نتاع الحراك الشعبي في كل ميادين هي الشفافيه. بس اليوم النظام مازالوا يكمل نفس النظام، نسميه فاسد، نسميه انا البرجوازيه الدوله، يسميها واحد رحول تسمية، ولكن نفس النظام نفس السياسة اللي راه يتحاول تكمل نفس الاختيار. طيب ابقى معنا كمال عيسات لو سمحت، نسمع تبون الآن وحديثه عن التكفل بالفلاحة وعدم الاتكال على المحروقات. On peut aller vers un modèle économique bien défini, monsieur le président. Il n'y a pas de, le modèle économique نتاعنا احنا اولا احنا بلد فلاحي. الثروات اللي عطاها لنا ربي هي غاز مش بترول، ما نتصرفش التصرفات تاعنا كبلد فلاحي، نعمه من عند من نعم الكبار، لان قادر نغذي نفسي بنفسي ورانا نغذي نفوسنا بنفوسنا، ما عدا النقص في القمح وفي بعض المواد، الشيء الاخر وفره الحمد لله. جاء وقت وانتم ما تعرفوا استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبة استوردناها. اليوم الحمد لله أنا ننتج الفلاح، راه ينتج أول مرة قلتها وفخور بها أن الفلاحة لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار.
اكثر من المردوديه نتاع الشيء اللي جابوا البترول والغاز اللي حاول يدور حول 24 مليار. هذه نعمه. اذا اولا نتكلف بالفلاحه نتاعنا، ما اعتبرش باللي الفلاحه يعني شيء. ثانيا نتكفل بالانتاج الوطني. الانتاج الوطني قتلناه، قتلنا الانتاج الوطني بالاستيراد. نستورد، الاستيراد يكون مكمل للانتاج نتاعي. نستورد ننتج 10 نستورد 90 معليش، مي اذا كان ننتج 90 ما نستوردش اكثر من 10. نحمي الاقتصاد. وبهذه الكيفيه يتبدل غير سعر البترول، لما يتبدلش راه عندك الانتاج تاعك. لما نقولوا انا نقول انتاج التصدير 5 ملايير خارج المحروقات، معنى هذه خطوه تاع انتاج وطني اخر غير المحروقات. محروقات نعمه نستعملها للتنميه، ولكن ما نخليهاش هي البدايه وهي النهايه في الحياه نتاعي. سعد كرميش، تبون بالمناسبه مازال يصر على تكرار انه الفلاحه تنتج 25 مليار دولار اكثر من المحروقات، فيما طبعا الجزائر مداخلها تقريبا 98% تعتمد على المحروقات. مشروع القانون بالميزانية يحدد بالمناسبة سعر المرجعي للبرميل 45 برميل دولار للبرميل، وتوقعات أنه صادرات المحروقات مداخلها 28 مليار دولار، بينما ستفوق الواردات الكلية 31 مليار دولار. طبعا البرميل يرتفع وبلغ إلى 80 مليون دولار، ولكن تقديرات الصندوق النقد الدولي أنه الجزائر لتحقيق الموازنة تحتاج إلى سعر برميل يصل إلى 156 دولار للبرميل. شوف، أولا فيما يخص أسعار النفط، حتى 156 مليار دولار للبرميل مش راح تعدل الموازنة الجزائرية لسبب بسيط، لأنه لما أنت يطلعوا أسعار النفط مش انت راح تجيب برك الفلوس. الجزائر لم تصبح بلد نفطي، وبعد ذلك لما تطلع اسواق النفط وش يطلع تكاليف الشحن، تطلع تكاليف الصناعه، لان المصانع اللي تعتمد على الطاقه في الصين، انت تستورد كلش في الصين ولا في اوروبا ولا في امريكا تعتمد على الطاقه، وكي تزيد اسعار الطاقه تزيد اسعار المواد الاساسيه والاوليه، وانت تستورد كلش يعني حوالي 70%. إذا لما تصعد أسواق النفط مش معناه أنت عندك مداخيل برك، معناه أنت ثاني راح تربح شوية في النفط وراح تخسر في المواد اللي تستوردها كامل. لما يقول تبون احنا بلد فلاحي، هذه كذبة كبيرة. هذه الجزائر ليست بلد فلاحي، البلد الذي ثاني مستورد للقمح في العالم بعد مصر يعني، ولو أخذناها بعدد السكان الجزائر أول مستورد للقمح في العالم، يعني ماناش بلد فلاحي. البلد اللي يستورد الغبرة تاع الحليب وتدير عليها الناس لاشين ماهوش بلد فلاحي. البلد الذي يستورد علف الدجاج ماهوش بلد فلاحي. البلد الذي يستورد كل الماكينات وكل البياس دو روشونج تاع الماتريال اغريكول تاعو ماهوش بلد فلاحي. يعني تبون هذا هو والارقام ما يتلاقاوش. يقول لك السوق انفورمال هذا 90 مليار دولار، كيفاش واش من قاعدة تحسب بها يعني حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية؟ يعني هذه الحكومات تاع هذا النظام المتعفن، يعني الأموال والأرقام اللي الرسمية اللي يكذبوا فيها، الأرقام يعني اللي في المتداولة في السوق الرسمية ما عندهمش، يعني قادرين هذو يحدوا السوق الانفورمال شحال فيه. أنا نتحدى تبون برك عنده سنتين من اللي جاء يعطينا مثل رقم من اللي جا، هو كم عدد الوظائف الجديدة التي خلقت وكم عدد الذين مثلا فقدوا وظائفهم في هذه السنتين. كل دول العالم يعني هذا الأسبوع البيت الأبيض طلع قال لك يعني فيه سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 8 أشهر البرنامج التحفيزي الاقتصادي اللي أقره الكونغرس وداروا بايدن خلق 5 ملايين وظيفة. برك يقول لنا تبون
خلال سنة 2021 كم وظيفة جديدة خلقت وكم واحد من الناس فقد الوظيفة تاعه. أنا لما نشوف في قانون المالية باش يكذبوا على الناس يقول لهم لا كاين الناس اللي الأجور تاعهم متوسطة رانا رايحين نحيو لهم الضرائب، يعني نقصوا عليهم الضرائب، وهذه كذبة اقتصادية. ليش؟ لأنه في الدول اللي تصرى فيها استثمارات كبيرة وتزيد فيها عدد الناس في سوق الشغل ويهبط فيها مستوى البطالة إلى مستويات متدنية، يعني الحكومة تقدر تنقص شوي في الضرائب على العمال. ولكن ليست هناك سابقة تبون يقول في تاريخ الجزائر أول مرة منحت البطالة، طبعا مع الجدل المثار حولها. علاش نقول لك ذوك؟ أنا نجيك ونقول لك علاش هذه كذبة. لأنه لما يزيد عدد الناس في سوق العمل يعني معناه يزيد عدد دافعي الضرائب، معناه الخزينة العمومية تتعزز بضرائب جديدة. إذا أنت الطبقة المتوسطة تدفع ضرائب والطبقة الفقيرة تنقص لها شوية من الضرائب، عندك باش تروكومبونسي في الخزينة تاعك. أنت لما الخزينة فارغة يعني الجباية البترولية راحت والصناعة ما كانش، الشركات كل يوم تغلق، عدد العدد يعني اللي راهم يخرجوهم من العمل يزداد يوميا، يعني عدد الناس اللي تكوتيزي الضرائب راح ينقص. أنت معليش تقول له أنا نقص لك الضرائب، بصح واش يدير باش يعدل الخزينة؟ هذاك العجز اللي يبقى في الخزينة باش يدير؟ راح يطبع فلوس، وهذاك الإنسان اللي نقص له 200,000 ضريبة في الشهر يطلع له ينقص له يطبع له فلوس بدون مقابل، تنهار القدرة الشرائية، ترتفع الأسعار، وهذاك يعني سيركل فيسيو. وهذاك العامل اللي منح له 100,000 ضرائب يلقى روحه يدفع 500,000. طيب خلينا يعني نسمع سعد كرمش، نسمع رأي المواطن الجزائري في الجزائر العميقة في مناطق الظل كما أصبح يسميها النظام، معنا من بشار عبد القادر غازي الناشط الحقوقي. ما موقع المواطن الجزائري عبد القادر غازي وانت تعيش حياة الجزائريين في بشار نموذجا من هذه الأرقام التي يتم الحديث عنها؟ يعني بلغة الأرقام أرقام كبيرة، يعني 74 مليار دولار ميزانية الجزائر بعجز 30 مليار دولار. والله يا أخي جمال، أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله تبارك وتعالى قناة المغاربية منبر أحرار، وإلى ضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. والله نحن في الحقيقة جيل الاستقلال منذ أن فزحنا أعيننا ونحن نسمع الأرقام والأرقام والأرقام، ولم تنتهي هذه الأرقام، لأنه لا شيء على أرض الواقع. لو كان هناك اقتصاد يعني وطني حقيقي لكانت الجزائر هي ما أفضل عليه، ولعلنا نذكر 1500 مليار دولار اللي كانت دخلت وقت البحبوحة المالية ولم يفعل بها شيء ولم تستغل، وإنما نهبت نعم، ونقولها بكل مرارة وبكل أسف وبكل أسى، نهبت ثروات الشعب الجزائري. واليوم يتحدث تبون ويقول 90 مليار، نحن كارهنا من المليار ومن التريليونات ومن، نحن نريد حريتنا ونريد كرامتنا، لأن لجنة البطالين أخي جمال انبثقت سنة 2010 من مدينة ورقلة العاصمة الاقتصادية، إن كانت تسمية حقيقية لمدينة ورقلة أو ولاية ورقلة فهي العاصمة الاقتصادية لكنها عاصمة البطالة. الشباب سنة 2011 أتذكر جيدا بأنهم أخاطوا أفواههم، نعم فوق أرض البترول وعلى أرض البترول، والشعب يقوم بلاشان على كيس من الحليب. طيب. منذ دقائق اشتريت بضع حبات بيض 15 دينار لحبة بيض، هذا هو الاقتصاد.
لما الشعب عاد ليأكل أحشاء الدجاج، هل هذا اقتصاد؟ هل هذه هي الدولة؟ نحن نرى في المقاهي شباب جامعي خريجي الجامعة هم يعملون داخل المقاهي، يغسلون الأكواب وينظفون الطوابل. هل هذه هي جزائر اليوم؟ ولكن في القانون الميزانية هناك منحة البطالة. التبون يقول بأنه هذا سيعطي الكرامة للبطال الجزائري، للشاب الجزائري. والله يا أخي جمال المشاهد الكريم، بحكم أنني معاق نسبيا ومصاب بداء القلب والسكري والضغط الدموي، كانت لدي منحة 3000 دينار نحاوها علي أخي جمال. هل هذه هي العدالة الاجتماعية؟ قالوا بأنه عندي راتب. نعم عندي راتب تقاعد لا يتعدى 7000 دينار. 7000 دينار لو نقارنها بالدخل أو بالمصروف العالمي نجد بأنها لا تعادل 0.0 الأصفار بالنسبة للمواطنين عبر العالم. البطالون يعانون في عمره 35 سنة وهو لا زال يعيش في بيت جده ومنزل جده، وهو بدون عمل وهو بدون شغل. البطالة وشبح البطالة نحن نعاني منه معاناة منذ الصبا إلى غاية سن المراهقة إلى غاية سن الشباب، ونحن اليوم شيوخ وكهول. هل هذه هي الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار؟ طيب بالمناسبة اليوم هناك تحقيق عبد القادر غازي، تحقيق مؤلم للIFP وكالة الأنباء الفرنسية، من ألمانيا من إسبانيا عن الحراقة الجزائريين، عنوانه الحراقة يفضلون الموت غرقا في رحلتهم من الجزائر إلى إسبانيا على البقاء في بلدهم. تتحدث بلغة الأرقام عن 1000 جزائري وصلوا إسبانيا بطريقة الحرقة هذا العام منذ بداية العام بزيادة 20% من العام الماضي، فيما تم اعتراض حسب الأرقام للسلطات الجزائرية وزارة الدفاع أكثر من 4000 حراق عام 2021 منذ بداية العام. والظاهرة المؤلمة هي الحرقة انضم إلى شباب الآن عائلات أطفال. Save the Children هذه منظمة جمعية منظمة خيرية أنها ساعدت تقريبا 100 طفل منذ بداية العام وعائلات من الحراق. والله يا أخي جمال في الحقيقة قضية الحراقة هي قضية عويصة ومتعقدة، وهي كالأخطبوط، هي أصبحت فيروس أكثر من كورونا في الجزائر. الحراقة لما نشاهد الآلاف والآلاف والآلاف، يعني كيف لهذه الرحلات أن تنجح أو أن يعني تنفذ؟ أين حراس الحدود؟ أين الدولة؟ أين الجيش الوطني الشعبي؟ وبالأحرى أين قطاع التشغيل؟ يعني وزارة التشغيل هيكل بدون روح. وقف على ذلك كل وزارات وكل قطاعات. من هذا الإنسان الذي يهجر بلده ويهجر وطنه ويهجر أهله ويهجر عائلته ويغامر بنفسه في البحر في عرض البحر؟ إن الناس تفر من الجحيم. صدقني أخي جمال، لو لدي القدرة لهجرت الآن، لو لدي القدرة على اختراع طائرة نفاتة لاخترعتها ورحلت من هذا الوطن. لأن للأسف تم شراء الدمم. الشعب كنا نخرج في حراك بالملايين، اليوم
نحن نسمع من أفواه ما يسمى بشبه النخبة بأن الناس بدأت تخاف. مما نخاف؟ نخاف من الله، ولا نخاف لوم سلائم ولا ظلم ظالم في حق هذا الوطن البريء. هذا طيب. الوطن مغتصب، هذا الوطن الذي أصبح ما زال أمام العالم عيب وعار. كما أنا عبد القادر غازي نسمع تبون الآن وحديثه عن المضاربة والمضاربين. دول لا دود نتاع أي اقتصاد وأي مواطن هو المضارب والمضاربة، هذا هي الاقتصاد. أنا نشوف مثلا بالنسبة للعجائن بصفة عامة، سباغيتي، مقارون، الأمور هذه علاش ترفع؟ ما زدناش في السعر، الأسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدولة، الماء باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الأسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معاها، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فائدة خاصة لهم، ومستعملينهم جماعة نتاع العصابات. كما العصابات، أعود إليك، العصابات، المضاربين، المؤامرات، بينما لغة الأرقام تقول أنه بلد أنفق 1500 مليار دولار بحبوحة مالية، الآن يعاني عجزا رهيبا 30 مليار دولار. نفس الخطاب يتكرر فيما شعب يعاني، المفروض يرى أن لديه خيرات، يتصدى العناوين المؤسفة اليوم، كل وكالات الأنباء أو كل مواقع والصحف كثيرة نقلت هذا الربورتاج المحزن فعلا عن الحراقة في الجزائر. شكرا. إذا سمح لي تعليق حول الخطاب، الخطابات نسمعهم وليمات هذه من السيد تبون، يعني قالوا كان نديروا أويحيا نعودوا نشوفوا الخطابات تاع أويحيا والسلال وبوتفليقة ما يهدرش من 2012، نلقاو نفس الخطاب في كل أشياء، في المضاربة، في الأسعار، في كل شيء نفس الخطاب. هذا التعليق. لا، ولكن أنت هذه الجزائر الجديدة، تلك جزائر العصابة، هذه الجزائر الجديدة كما العصابة. الزوريجيستر مو موجودين عندكم، يا أخي كاين الزوريجيستر مو في كل أشياء، مام الخطاب حول السلاحة، باسكو الاقتصاد الوطني، كسروه عمدين، عنده أكثر من 20 سنة هما يكسروا فيه. يعني اليوم الاقتصاد الوطني رجع، الجزائر رجعت، يعني كونتوار تاع الاستيراد، هذا واش كسروا كل مصانع وكل مكاسب الاقتصادية تاع الجزائر كسروهم. وكي نهضروا اليوم ماشي الكمح بس، الرفيق هذاك اللي هضر قبيلة فهم ديك في الزراعة ما عندنا والو، مخصوصين بزاف، كاين تطور، ولكن كي نصرفوا 1500 مليار واليوم ما عندناش الزيت ولا السكر اللي نهضروا عليهم، ما عندناش ننتجوا الزيت والسكر، رانا نديروا لا ترانسفورماسيون، رانا نجيبوا من الفلاحه من البرازيل والبلدان الاخرين ونجيبوا الجزائر ونديروا تحويل المواد الاوليه، نجيبوا من الخارج تكون اشياء واضحه. دونك الاقتصاد الوطني الجواب يعني البديهي هو لازم بناء اقتصاد وطني، اقتصاد وطني، والسيد بون حبيب بني اقتصاد وطني مبدئيا لازم يلغي الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، باسكو الشراكه تنحي لا تاكس، تجيب 90% تجيب 10%، يا خويا تجيب شحال ما تحب، ندير لك تاكس كثر من السوم تاعك في السوق الجزائري، هذا هو الحل. دونك لازم نلغيو هذه الاتفاقيات اللي خدمت منذ اكثر من 20 سنه، هي تخدم مصالح الاقتصاد الاوروبي والامريكي، لازم نلغيهم ونرجعوا الاقتصاد تاعنا. وكل مره كيكون مضاربات يقول لك يا اخي كومبلو الارهاب، هذا ارجع الارهاب، ما تشي برك اللي يهضر عليه، الارهاب في المطر، الارهاب في النار، الارهاب في الكوفيد، الارهاب في الغلاء، الارهاب كلش في البطاطا، الارهاب يعني الناس كلها تدير مناوره باه يزعزعوا. نو، السياسه تاعو اللي ما تقدر الحكومه، النظام ما يقدرش يتحكم في السوق
الداخلي يعني النظام فاشل. طيب شكرا جزيلا لك كمال عيسات القيادي في حزب العمال الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من بجاية. انضم إلينا في النقاش دكتور حميد علوان الخبير الاقتصادي. دكتور علوان، قراءتك لمشروع قانون الموازنة ل 2022 وهذا الرقم المهول، هذا العجز التاريخي القياسي 30 مليار دولار. دكتور علوان هل أنت معنا؟ أنا نسمع فيك سي جمال، أنا نسمع فيك، مرحبا. تفضل. والله والله سي جمال، لما نتكلموا على العجز المتوقع في سنة 2022، هذا العجز ماهوش غريب على الجزائريين، لأن حتى في سنة 2021 2020 2019 كان في كل مرة الجزائر تقوم بمبادرة عامة داخلية وهي بالدينار الجزائري، لكن التوقعات كانت دائما تفوق ال 20 مليار دولار. لماذا؟ البترولية في انخفاض مستمر، الإيرادات المباشرة التي تأتي من الضرائب المباشرة، التحصيل الضريبي في الجزائر هو في المغرب العربي، لذلك لما نشوف عجز كما هذا أنا كنت نسميه هو النصب والاحتيال على الاقتصاد الجزائري من مؤسسات الدولة الجزائرية، لأنك لما أنت تقوم بموازنة عامة على أساس أن إيراداتك لا تفوق 6000 مليار دينار ونفقاتك تتجاوز 8000 مليار دولار، معناتها نتكلم على أكثر من 20 مليار دولار كعجز هذا في سنة 2021. هذا كي نتكلم عن الموازنة العامة، أما لما نتكلم عن الميزان المدفوعات أو فيما يتعلق بالميزان التجاري وهي صادراتنا وإيراداتنا بالعملة الصعبة، فدائما كانت فيه إشكال كذلك، والعجز الآن في ميزان المدفوعات يفوق 18 مليار دولار في سنة 2020 سنة 2021 نظرا لانخفاض مداخلنا من الجباية البترولية، لأن عندنا المدخول الوحيد أو الجباية سواء بالعملة الصعبة أو كجباية غير مباشرة. لذلك أظن بأن اليوم لما نتكلم على هذا العجز معناتها التغطية من تكون سواء بطباعة النقود وما هو ما يسمى بالدين الداخلي، والدين الداخلي اليوم يتجاوز 90 مليار دولار منذ أن بدأ أحمد ويحيى يطبع في النقود. اليوم الجزائر عندها إشكالات في تموين اقتصادياتها، لذلك أظن حتى لما تجد، وهذا موجود غير في الجزائر، لما تجد الدولة الجزائرية بعد يعني قبل ما تخلص سنة نروح لما يسمى بالبياس بالبيتو سيبليمونتير، وهذا موجود في دول خاصة يعني حالة استثنائية، لكن في الجزائر هي حالة عامة. لماذا؟ لأننا نقدر موازناتنا على أساس 50 دولار لما كان لا يتجاوز حتى 30 دولار، ربما نزلناه أقل من 40 دولار، وهل فعلا نتحكم احنا في أسعار البريد حتى نقوم بتنبؤات وبوضع موازنة عامة غير علمية غير دقيقة حتى محاسبيا؟ في كل مرة أنت تتكلم على هذا العجز اللي ما قدرناش نغطيه، الآن الخزينة العمومية هي مدانة أمام البنك المركزي عن طريق طباعة هذه الأموال بطريقة خليني نقول لك غير موجودة عند كل اقتصاديين، لأن احنا نعرف أن لما ندير موازنة بعجز لازم نغطي هذاك العجز في السنة الموالية، لكن احنا العجز قدائم. هذا هو الإشكال المطروح، هل فعلا اليوم الحكومة تفكر في أنها تجد مصادر أخرى لتمويل الاقتصاد الجزائري وأنها تضبط مداخلها من الجباية العادية في الجزائر؟ لأن أنت كل لاحظوا سواء كانوا اقتصاديين أو غير اقتصاديين أن اليوم قطاع الخدمات في الجزائر ربما يتراجع، مداخله تتراجع، قطاع التجارة كذلك، قطاع الصناعة كذلك، ربما الوحيد اللي يتكلموا عليه أنه قطاع الزراعة واللي ما يتجاوز 18 مليار دولار سنويا كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. إذن هناك إشكالات كبيرة ستتعقد الأمور، لأن احتياطنا الصرف اليوم اللي نواجهه به سواء ميزان المدفوعات وهو بالعملة الصعبة أو الموازنة العامة بالدينار، لأن ما عندناش ما يسمى باستثمارات أو ما يسمى بالأحرى اقتصاديا العائد على الاستثمار. العائد على الاستثمار البلد الوحيد اللي ربما كيستثمروا فيه دولار
أو 3 دولار يعطينا بين السنة دولار واحد، معناتها خسارة بدولارين. ولهذا كل المؤسسات من خطوط الجوية، صنع الغاز، كل المؤسسات الكبيرة، هذه المؤسسات دائما تعاني من عجز في مداخلها، تعاد حتى. ولكن ليس هناك قرار فيما يخص سوناطراك سماح بعدم استحصال أرباح سوناطراك وسماح لها باستثمارها كما أعلن أيمن بن عبد الرحمن، الذي يقول بالعكس يتوقع ميزانية إيجابية ومداخل إيجابية أخرى بنهاية السنة. علاش كي يتكلم سي عبد بن عبد الرحمن أو الوزير الأول كي يتكلم هذا الكلام، يعطينا الدلائل الاقتصادية في الجزائر، الواقع الاقتصادي في الجزائر، ما يعطيناش كلام شعر أدبي، يعطينا ما هي المؤشرات اللي بنى عليها هذه الفرضية، ما هي مداخيل الجزائر، ما هي التحصيل الجبائي. في الوقت يتكلم على إصلاح المنظومة الجبائية، إذن المنظومة الجبائية في الجزائر تعاني من مشاكل، ما هي منظومة تقليدية، خاصة اليوم في ظل هذه الأزمة الصحية اللي يعرف العام والخاص بأن الدورة الاقتصادية معطلة جدا، مش غير في الجزائر، في معظم الدول، ولكن الجزائر تأثيرها كان أكبر. إذن لم نقول موازنة أو إيجابيا، هذه الإيجابية احنا نتمناو كجزائريين أن الجزائر تكون عندها أو إرادتها أو موازنتها تكون إيجابية، لكن الواقع المر من سنة 2014 وإنهيار احتياطي الصرف، رانا قضينا على حوالي 280 مليار دولار كاحتياطي صرف لتغطية عجز الميزان التجاري أو ما يسمى بميزان المدفوعات. إذا هذه التغطية عمرها جاهين على ذلك، اليوم نتكلموا على أقل رسميا، يتكلموا رسميا على أقل من 40 مليار. ال 240 مليار دولار وين مشات؟ هل هي راحت في استثمارات؟ هي راحت في تغطية العجوزات الموجودة في صادراتنا وارداتنا. اليوم لما قلصنا من هذه الصادرات والواردات ومن صادراتنا، لما قلصنا من وارداتنا وخفضنا وطبقنا، شوف باننا ما تكونش عندنا عجز كبير، اليوم هذا يرجع الاثار السلبيه على الاقتصاد الجزائري. الدوره اليوم تقريبا كل المتعاملين الاقتصاديين يعانيوا من الماده الاوليه، يعانيوا من مشكل كبير جدا في تمويل مشاريعهم، سواء بالماده الاوليه او المنتوج الذي يعاد تصنيعه في الجزائر على اساس انه تكون فيه دوره اقتصاديه. ولذلك هناك الالاف من المؤسسات الصغيره المتوسطه خاصه منها الخاصه اعلنت على افلاسها. طيب الان الوقت تضغط علينا دكتور حميد علوان، يعني بلغه الارقام، يعني العجز لهذه العام المقبل 30 مليار دولار، الاحتياطي الصرف يقول تبون 42 مليار دولار، مصادر اخرى تقول انه اقل، بلومبرغ تذهب إلى أنه ربما بنهاية السنة لن يبقى هناك إلا 12 مليار دولار. يعني بلغة الأرقام البلد ماض إلى إفلاس، طبعا تقنيا بالمصاريف والتوقعات هو في هذه الحال. حتى لو ارتفعت أسعار النفط هل ستغير ذلك من المعادلة؟ طبعا الجزائر بلغة الأرقام تبون اعترف نفسه البلد ليس بلدا نفطيا، تراجع الإنتاج البلد إلى 300 ألف تقديرا تقول برميل، مع أنه حصته مليون أو أكثر برميل يوميا بسبب نقص في الإنتاج. وأيضا حتى الغاز حتى وإن ارتفع سعره حاليا توقعات أنه لن تستمر هذه الفقاعة، وأنه تصدير الجزائر من الغاز هو بشكل خاص مرتبط بعقود طويلة المدى وليس في السوق الآنية. سي جمال، كاقتصاديين لازم نفرق بين أمرين. أولا لما احنا هنا رانا نتكلموا على الميزان التجاري، ميزان المدفوعات تاعنا، وهو تغطية ذلك العجز عن طريق العملة الصعبة، لأن معاملاتنا سواء صادراتنا أو وارداتنا هي بالدولار أو باليورو، معناتها بالعملات الأجنبية. إذا لما يكون عجز في هذا الميزان التجاري لازم نغطيه بالعملة الصعبة، وهو نلجأ دائما للاحتياطي الصرف، وهذا ما أدى إلى انهيار ما يقارب ال 200 مليار ظرف 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني من سنة 2000 من نهاية سنة 2015 بدأ العجز هذا بعد ما قضينا على صندوق ضبط الإيرادات. أما لما نتكلم على الموازنة العامة الداخلية الجزائر، فهنا نتكلم بالدينار، وهنا الجزائر من خلال هذه العمل
جائزة الدين الداخلي نقود، وهي أن الخزينة العمومية تقترب من البنك المركزي إلى على أكثر من 90 مليار دولار، ما يعادل بالدينار يعني ما يعادل بالدولار، بعنا أكثر من 90 مليار دولار، ما عندنا لا شروط استرجاعها إلى البنك المركزي للمحافظة على معدل التضخم، وانت تلاحظ أن معدل التضخم ارتفع، قيمة العملة تدهورت، المعدل العام للأسعار ارتفع، وهذه تكون بها قدروشنا تحايلوا على نفسنا أو أننا نكذبوا على نفسنا، لأن سياسيا ممكن تكذب ولكن اقتصاديا لا يمكن. هذه المؤشرات ظاهرة اليوم، المجتمع الجزائري كله يعرف أن الأسعار ارتفعت ربما في بعض المواد الأساسية أكثر من 100%. إذا لما نقول بلغة الأرقام، إحنا متوجهين إلى ما يسمى، أنا نشوف فيه وأتحمل هذه المسؤولية كاقتصادي، أنا نشوف بأن الجزائر السنوات المقبلة إذا ما وصلش سعر الباريل أكثر من 140 دولار للبرميل، الجزائر ستتوجه إلى الاقتراب من الهيئات المالية الدولية، ما عندناش حل واحد آخر، لأن الاقتراب الداخلي ما راحش يحل لنا المشكل. لماذا بيحلناش المشكل؟ لأن بعدين راح نلقاو أنفسنا بأن لتمويل الاقتصاد الجزائري والحصول على ضروريات تمويل الاقتصاد الجزائري خاصة في البنى التحتية وكذا هي بالعملة الصعبة، هي تستورد الجزائر، تستورد حتى الماكلة تاعها، تستورد الحليب تاع ولادها، تستورد القمح، تستورد الذرة، ما يأكله الحيوانات. إذا المشكل كبير جدا، ما نسيوش نغطوا الشمس بالغربال أو أننا نلقي بعض المصطلحات الاقتصادية اللي ربما فعلا لأنهم هما وجدوا الأرضية موجودة، لأن الجزائري ربما مش مثقف اقتصاديا، مثقف رياضيا، مثقف فنيا، مثقف كذا، ولكن اقتصاديا غير مثقف. لما تكلم له على هذه المصطلحات ما يفهمهاش، حتى لما تكلمها له ما يفهمهاش، بدليل أن عدة مرات يقولوا له باللي مداخيل الفلاحة أكثر من 25 مليار دولار، عمرهم لا فهموا باللي هذا ما يشكل دخلت النواب. طيب شكرا جزيلا لك دكتور حميد علوان، شكرا جزيلا لك، نسعد دائما بمشاركاتك. عبد القادر غازي، فعلا مثل ما يقول دكتور حميد علوان، الاقتصاد بلغة الأرقام أحيانا صعبة، يعني يجب أن تكون خبيرا، ولكن المواطن الجزائري يحس بالأزمة الاقتصادية في معيشته، في الغلاء الفاحش، في انهيار قيمة العملة، ولا يحتاج حتى لربما للتدقيق أو في تفاصيل هذه الأرقام لتقول له أن البلد في أزمة، وأن من المفروض يديرنا البلد ليس في مستوى التطلعات الجزائري. أخي جمال، اسمح لي أعقب على كلام تبون الذي قال المضاربة، ما المضاربة والعصابة وما وكذاش. احنا نعرفوا إلا كاينة شفافية وكاينة ديمقراطية وكاينة عدالة، وراك تعرف بلي كاين عصابة وكاين مضاربة، كاين القضاء، أدفعهم القضاء أدفعهم العدالة. أهل الفساد مليح لهم غير الحبس، مليح لهم غير السركاجي وعباد الله والحراش ولم يقل تبون أنه تحلف فيهم، قال لهم لن أرحم هؤلاء، وطبعا أثار جدلا قانونيا أنه حتى عقوبة 30 سنة لمن لهؤلاء المضاربين، مما أثار طبعا الكثير من التململ داخل. الآن هناك من يخشى من أصحاب هذه الفريقوات اللي يخبوا فيها السلع، وتضرر حتى سيركوي أو شبكة التعاملات بين أسواق الجملة والفلاحين وإلى أن تصل إلى المشتري إلى المواطن. كله يبقى حبر على ورق هباء منثورا. الكلام سهل، بصح الميزان وين راه الميزان؟ احنا نقولوا للتبون باللي أهل الفساد والمفسدين هما اللي حاولوا يفرغوا الحراك من المحتوى نتاعه. أهل المال الفاسد معروفين، أهل المال الفاسد لحقاش، سواء دا قروض من البنك، سواء دا من لونساج، سواء المهم كاين وثائق، وكما قالها بوتسريقة
قال لك السرقة بالورقة. ها احنا هذا هو القانون اللي هو داره حماية الإطارات، وحماية الإطارات أخويا باش تنهبونا احنا وتسرقونا احنا الشعب الزواري الشعب الضعيف. ولا كان بغيتونا نتكلموا بلغة الأرقام أستاذ جمال، ونذكر أخي الخبير اللي قال لك إلا ما طلعش البترول 140 دولار غادي تمشي الجزائر للديون الخارجية. أنا نذكره وراه أستاذ وراه خبير في علم الاقتصاد بلي في سنة 1994 لم يكن لدى الخزينة العامة مبلغ مالي ما تستورد به باخرة واحدة من المواد الغذائية للجزائريين. وتوجهت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بشروط. احنا ناكل الخبز والحجر. طيب. وما نسمشوش البنوك العالمية ولا نستاذنوا عليها حتى تشرط علينا شروط. وفي 94 كي مشات الجزائر للإف إم إي تباعوا المؤسسات ودخلت الليبرالية العمياء، الليبرالية العمياء التي أغنت المفسدين وفقرت الشرفاء الصالحين. شكرا جزيلا لك عبد القادر غازي، كنت معنا من بشار. نختم معك خلاصة نقاش سعد كرميش، يعني في النهاية كل هذا النقاش كل هذه الأرقام، ولكن المشكلة هذه ليست إلا أعراض، جذر المشكلة هو منظومة الحكم أليس كذلك؟ بلد المفروض لديه ولديه كل إمكانيات لأن يكون فعلا قوة اقتصادية، موقع استراتيجي، رأس مال شعبي، رأس مال حتى تاريخي، خيرات وغيرها، يعيش هذا الوضع. وعنوان الحرقة عنوان مؤسف في هذا التحقيق عن الحرقة، شاب جزائري حراق يقول للصحفي بأنه حرق لأنه ليس هناك أي شيء في الجزائر، وأنه ما يحصل عليه من عمله طيلة يوم لا يكفي حتى لعشاء محترم مثلا. بطبيعة الأخ، بطبيعة الحال أخ جمال، هذه المشاكل التي يعيشها الشعب الجزائري هي أعراض فقط للداء، وعلاج هذا الأعراض يكون بالأسبرين، لكن الداء ما يروحش. يعني الداء هو يعني في جوهره مشكلة سياسية عميقة، يعني منذ حوالي أكثر من نصف قرن المشكلة ما تحلتش. لو تروح أنت يحكيوا على تبدل العملة، يعني الجواب يعني لو نبدل العملة، مثال الدخل الخام تاع البلد، يعني هذا الناتج المحلي الخام راح يتغير؟ مش راح يتغير. يعني أنت يا 30 مليون تقلبها 3 ملايين، واللي كان يسلك 3 ملايين يولي يسلك 300 ألف. الدخل الخام الناتج الخام للجزائر كان في البحبوحة المالية وصل ل 170-180 مليار دولار، الآن راه يدور في 140 مليار دولار. إذا تغيير العملة مش رايح يبدل هذه، يعني الأعراض لما الناس تحب تعالجها بمسكنات. لب المشكلة هو سياسي. معادلة بسيطة جدا، يعني باش نحطوا الناس في صلب الموضوع، الرفاهية تأتي بزيادة الناتج المحلي الخام، والناتج المحلي الخام يزداد بزيادة الثروة، بخلق الثروة، والثروة تخلقها الدولة بالاستثمار، والاستثمار يتعلق أولا وآخرا بدولة الحق والقانون، بدولة استقلالية القضاء، بدولة العدالة. ناس كثير يمدوا، حبيت اليوم نعطيك مثال بسيط، ناس كثير يمدوا مثال بتركيا. تركيا في بداية الألفية لما صار فيه انفتاح سياسي وديمقراطية حقيقية، والناس عاد عندها يعني ثقة في الأسواق التركية، جابت مستثمرين كثير، حتى الأتراك اللي كانوا في ألمانيا وفي الخارج جاءوا استثمروا في تركيا. نعطيك مثال، لما تحول لما تحول النظام فقط من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في تركيا، وبدأت تهتز ثقة المستثمرين، وفي النظام الرئاسي
أصبح يعني الرئيس هو يسيطر على البنك المركزي ويسيطر على القضاء ويسيطر على الإعلام. نعطيك بلغة الأرقام، يعني في الاقتصاد ما فيهش يعني تضرب خطر منه. أشهر قبل النظام الرئاسي في تركيا كان 1 دولار يساوي 4.7 ليرة تركية. بعد 6 سنوات الآن من النظام الرئاسي 1 دولار يساوي 9.6 أو 9.7 ليرة. يعني من اللي بدأ النظام الرئاسي في تركيا فقدت الليرة التركية 100% 100% من قيمتها. وتركيا الآن تسجل يعني من بين 5 دول الأولى في العالم في نسبة التضخم. طيب. ولكن رغم ذلك طبعا هناك البعد السياسي، اتهامات لأردوغان لأنه سيطر على البنك المركزي، ولكن بالجهة المقابلة هناك صادرات، هناك على الأقل صادرات 210 مليارات دولار. طبعا الأكيد البعد السياسي له دور بالمقارنات، ولكن لما نقارن بلد مثل الجزائر، هذا الأسبوع كانت مقارنة لافتة لمحافظ البنك المركزي الجزائري السابق حاج ناصر الذي قارن بين الجزائر والبرتغال وكوريا الجنوبية في 1980، كان دخل المواطن الجزائري 3000 وشي دولار سنويا، أعلى من بقليل من المواطن الكوري الجنوبي والبرتغالي. أين كوريا الجنوبية الآن؟ تضاعف دخل المواطن ب10 مرات إلى أكثر من 30,000. البرتغالي تقريبا نفس الشيء، 9 مرات إلى 2026,000 في السنة، بينما المواطن الجزائري تقريبا تجمد الارتفاع إلى 3000 دولار سنويا. هي طبيعة النظام في النهاية، يعني حتى في تركيا عندما كان حكم العسكر كان الاقتصاد عنوان للرشوة والفساد. كوريا الجنوبية تطورت مقارنة مع كوريا الشمالية، نفس الشعب، بينما نظام كوري شمالي لا يبتعد كثيرا عن النظام الجزائري كما ينتقد البعض. كوريا الجنوبية اختارت الديمقراطية، البرتغال لعب العسكر دورا في الانتقال الديمقراطي، إسبانيا التي يحرق إليها الجزائريون نفس الشيء. في السبعينات لم يكن دخل المواطن الإسباني كثيرا بعيد كثيرا عن المواطن الجزائري. بالضبط الأخ جمال، أنا مش الهدف من ذكر تركيا أنه راح نقارنها بالجزائر، لأن المفارقة المقارنة واسعة. أنا حبيت نعطي لك أمثلة على علاقة النظام السياسي بالاستثمار والثقة في وثقة المستثمرين. يعني الاستثمارات تروح وين تصيب، كاين دولة قانون ودولة حقوق وكاين فيه قوانين تحرر الاقتصاد، يعني ما فيهش فرد مثل النظام الرئاسي اللي هو يسيطر على كلش. إسبانيا والبرتغال وكوريا لما دخلوا في نظام ديمقراطي ومشاو يعني للاقتصاد الرأسمالي هذا ما صارتش فيه ردة، ما رجعوش للور. الآن في إسبانيا ولا في البرتغال ولا في كوريا الجنوبية يعني رئيس الوزراء ولا الرئيس ما يتدخلش في البنك المركزي. ولذلك أنا حبيت نقول لك يعني طبيعة النظام ماهيش يعني تبدل العملة رايح تسقم الاقتصاد. يعني حبيت نجيب لك المثل التركي حتى، لأنه الخبراء الآن يقولوا أن متوسط دخل الفرد التركي رايح يرجع إلى بالسياسة هذه اللي مشوا فيها صارت فيه ردة، راح مرام يقولوا أنه دخل الفرد التركي راح يرجع إلى مكان عليه بسبب التضخم، وهذا طبعا منطق. يعني الانفتاح الديمقراطي يجلب الرخاء الاقتصادي أو الشفافية، بينما الطموحات الدكتاتورية تخرب الاقتصاد والبلد. بالضبط هذا ما أردت أن أقوله الأخ جمال. وبهذا سعد كرميش، للأسف لهذا نختم برنامجنا. نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر خدمة سكايب من موريا، نسعد دائما بمشاركاتك. للأسف كان المفروض أن يكون معنا في النقاش وجهة نظر أخرى، عضو البرلمان الجزائري عن حركة البناء، عضو لجنة المالية الدكتور عبد القادر بالريش أعطى الموافقة للمشاركة معنا، ولكن الزملاء اتصلوا به كم من مرة ولا يجيب، لعل العذر خير إن شاء الله ونلقاه ضيفا ونناقش هذا الموضوع مواضيع أخرى. مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.